خلونا نتكلم على الجهاز. أنا صراحة أشوف أن الجهاز فيه إمكانيات جبارة وراح نطبقها سوا. العدسة هنا فيها عدستين في الجوال، واحد من العدسات أنا أعتبره كأنها بؤبؤة عين تتوسع وتضوق على حسب الأجواء اللي أنت تصور فيها. لو كان ما في إضاءة ممكن بؤبؤة العدسة هذه تصير من 2.4 إلى 1.5 عشان تسحب إضاءة أكثر وتعطيك تصوير أفضل والتصوير البطيء. بس عشان أوضح الفكرة قبل ما نروح للمنصة حقت التوضيح، 0.2 ثانية، يعني تخيلوا عندكم الثانية أخذنا جزئين فقط منها، 0.2 جزء من الثانية يتحول إلى 6 ثواني. الصغيرة هالعشر ثواني تقريبا اللي أنا سجلتها على الجوال كيف طلعت مع الصوت، فالصوت بناخذه من نفس المايك حقي. خلينا نشوف كم حاجة سوا. الصوت اللي انتوا قاعدين تسمعوه هذا الماكس الحين، تخيلوا بس هذا فقط الصوت الماكس اللي انتوا قاعدين تسمعوه. طيب نسمع نفس المقطع ولكن بالخاصية حقة الاتموس اللي موجودة هنا، نشغل دولبي اتموس، هتلاقي ان الصوت قاعد يصير ثري لك اكثر. انت لما تمسك الجوال زي كذا الصوت يطلع من الجهه الاماميه ومن الجنب، ما عادت زي اول انه بس جهه واحده يطلع لك الصوت وبس. هذه الجمعة الجميلة معاكم، يعطيهم العافية جرير على التجربة هذه الجميلة اللي موجودة، ونفس الاكسبيرينس مكان أو مكان تجربة الجالكسي S9. شكرا والS9 جرير بلس. شكرا سامسونج، شكرا فيصل، يسعدكم ربي وتصبحون على خير.